في أثيوبيا احتشد مئات الآلاف من المسلمين بالعاصمة أديس أبابا للاحتجاج على ما قالوا إنه تدخل من الحكومة في الأديان وللمطالبة بحرية المعتقدات. وأكد المتظاهرون رفضهم للتمثيل الحالي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي تعتبره الحكومة ممثلا للمسلمين. وطلب المحتشدون بانتخاب المسلمين لممثليهم في المجلس رافضين فرض مذهب فرقة الأحباش عليهم. قد انطلقت شرارة هذه الموجة الاحتجاجية الشعبية من مركز الأولية الإسلامية عندما أصدر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أثيوبيا قرارا بتسريح معلمي المواد الدينية واللغة العربية في المدرسة الأولية.